بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور جبريل حبيب من قسم الرياضيات في جامعة اليرموك. ضمن سلسلة وصل حديثا إلى مكتبة الحسين في جامعة اليرموك، يسرني أن أقدم لكم كتاب الجبرا 3 Homological Algebra and Its Applications لمؤلفه رامجي لال. الكتاب من إصدار سبرينجر لعام 2021، والكتاب يقع في حوالي 300 صفحة. الدكتور رامجي لال خبير يتمتع بخبرة تزيد عن 43 عاما في التدريس الجامعي، وهو الآن في جامعة الله أباد في الهند. هذا الكتاب هو المجلد الثالث من 4 مجلدات لنفس مؤلف بعنوان الجبرا 1، الجبرا 2، الجبرا 3 and الجبرا 4. وكان الدكتور باسم خميسة من قسم الرياضيات في جامعة اليرموك قدم لكتاب الجبرا 1، والأستاذ الدكتور رشيد أبو دواس من نفس القسم قسم الرياضيات في جامعة اليرموك قدم كتاب الجبرا 2 في حلقات سابقة. والآن نناقش كتاب الجبرا 3 في هذه الحلقة. ناقش المؤلف في هذا الكتاب موضوعات ذات صلة بمواضيع مثل Homological Algebra and Its Applications in Topology, Commutative Algebra and Algebraic Geometry. يحتوي الكتاب على 4 فصول تناقش Homology Theory in Abelian Category, Fundamental Applications in Geometry, Topology, Algebraic Geometry and Group Theory. Also it includes Abstract Theory of Derived Functors, Sheaf Cohomology and an Introduction to Iadic Cohomology. سيكون الكتاب ذا قيمة عالية لطلبة الدراسات العليا والباحثين المتخصصين في هذا المجال، ولدراسة هذا الكتاب على الدارس أن يكون ملما بـ The Basics of Algebra, Linear Algebra, Topology and Calculus of Several Variables. وفي نهاية كل فصل توجد مجموعة من المسائل الرياضية القيمة ذات الصلة بالمواضيع المناقشة. أرجو التوفيق لكل من سمعنا وكل من حاول دراسة هذا الكتاب.